اهلا بكم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على الحيوانات تنمو وتتغير. كيف تنمو الثدييات وتتغير؟ جميع الحيوانات تنمو، بتكبر وتتغير، طبعا بتولد ثم تكبر ثم تنجب صغارا تشبهها تماما ثم تموت، وهذه تسمى دورة الحياة. الثدييات تنمو وتتغير في أثناء حياتها حتى تشبه أبائها، ومعظمها لا يستطيع الرؤية والمشي عند ولادته، ولذلك تعتني الأمهات بصغارها حتى تكبر. زي ما احنا شايفين دورة حياة الأرنب في الصورة العلوية، الأرنب حديث الولادة وبعدين أرنب صغير ثم أرنب مكتمل النمو. نشوف مع بعض كده الطيور. طيور طبعا ما بتولدش زي الثدييات، بس بتعمل ايه؟ بتطلع بيض، ولا تستطيع صغارها الطيران، لذلك يقوم الآباء بإطعامها والاعتناء بها حتى تكبر صغار الطيور وتنمو، وينمو لها ريش يغطي أجسامها، وتراقب صغار الطيور أبائها لتتعلم الطيران والبحث عن الطعام. دورة حياة الحمامة زي ما احنا شايفين فوق خالص بيضة، بيطلع منها حمامة عمر يوم وبعدين تكبر تبقى أسبوعين ويطلع لها ريش ناعم، 3 أسابيع تبقى قادرة على العناية بنفسها ثم تصبح حمامة كبيرة. ده سؤال حصتنا النهاردة. قدامنا 6 صور، عايزين نعرف مين فيهم بر مائي، مين طائر، مين سمكة، مين حشرة، وهكذا. وشكرا لكم وإلى اللقاء.